السلام عليكم، مساكم الله بالخير يا جماعة. ما بقى إلا القليل، 48 ساعة أقل أكثر، وندرك وإياكم شهر رمضان، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد الشياطين. فحري بنا يا جماعة أن نستقبل هذا الشهر أحلى استقبال بالتوبة الصادقة، نستقبل هذا الشهر بجد وعزيمة ونية صادقة وتوبة لله سبحانه وتعالى. نستقبل هذا الشهر، نظف هذا القلب من الغل والحقد. فالصحابة والسلف الصالح ما كان أحد منهم يجرؤ أن يستقبل شهر رمضان وفي قلبه غل على أحد من المسلمين. فلازم يا جماعة نسوي فلترة لقلوبنا. فالله الله يا جماعة أن نري الله سبحانه وتعالى من أنفسنا خيرا في شهر رمضان. شهر والله يا أخواننا فرصة ومحطة إيمانية لكي يتزود منها الإنسان. وإذا الله بلغنا وإياكم شهر رمضان فالله أعطاك كنز عظيم. نعم، رمضان كنز عظيم يا جماعة، مليء مليء جدا بالخير والحسنات. فالخاسر من مر عليه رمضان ولم يغفر له. لو ترجع فيك الذاكرة العام الماضي، تذكر من الأموات اللي صام معك، سواء أخ، صديق، أب، أم، أخت، زوجة، ابن، لو سألناهم مش تمنون لقال نتمنى عمل صالح، نتمنى رمضان، نتمنى أن نصوم، لكن صدق ربي لما قال وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ففرصة قدامنا لكل شخص منا مفرط. الآن رمضان بيجي، إن الله بلغك رمضان ففرصة عظيمة لتصحيح العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. اليوم كم جنازة في الراجحي في الرياض، فقط في الرياض في جامعة واحد، كم عندهم حفر باطن، كم عندك في مدينتك، كم في السعودية، كم في العالم. بعضهم يتمنى أن يدرك رمضان. فالله الله يا جماعة، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، نداء لك أنت أيها المؤمن، نداء تشريف وتكريم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي توبة صادقة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياكم شهر رمضان، وأن يبارك لنا ولكم فيه، وأن يعتق رقابنا من النار بإذن الله في شهر رمضان في هذا السناب. إن الله أحيانا راح تكون برامج قوية جدا جدا، برامج عدلة مدلة بإذن الله. السلام عليكم.